أني نداء علي حسين، عمري 26 سنة، عندي محل، أشتغل بالمحل وعندي بنت واحدة. أي نزحنا على دهوك وتبهدلنا، يعني كلش أكيد النزوح يعني بهدلة، ما طلعنا ومعانا ولا شيء ورجعنا يعني هسه الحمد لله طلعنا من هوني. الكل يعني واحد خبر الثاني، قالوا يعني راح يجون داعش علينا، فنزحنا على دهوك وظلينا تقريبا 3 أشهر بدهوك، بعدين رحنا على المناطق المجاورة لدهوك وظلينا هناك تقريبا أكثر من 2 سنين و6 شهور، هاي يعني تقريبا 6 سنين، 3 سنوات. أي كنا بالمدرسة بدهوك قاعدين، بعدها تحولنا على هيكل، أي قعدنا بهيكل وكان صعب، كان بهدلة أكيد الأطفال، إحنا كنا يعني أطفال ما كنا كبار، أو كان بهدل. من كنا نشتاق للمنطقة كنا نروح على أصدقائنا ونشوف الصور ونشوف المنطقة. من رجعنا على المنطقة شفنا أكو يعني منهم بيوتهم مهدومة، منهم بيوتهم محروقة، إحنا من الناس بيتنا كان مهدوم. يعني رجعنا شوية شوية، قعدنا بإيجار أول مرة وبعدها سوينا لنا بيت والحمد لله هسه قاعدين. اكيد من كنا بالنزوح كنا نقول يعني نتمنى انه نرجع على بيوتنا، حتى لو لا يكونون يعني البيوت، بس نقعد بخيمه، بس اهم شيء بالمنطقه. هسه وضعنا الحمد لله وضعنا مستقر، والمنطقه يعني الجوارين كلش يعني نحبهم ويحبونا. من رجعنا على المنطقه فتحت المحل، من قبل 3 سنين فتحت المحل، وهسه يعني أتمنى أنه أكبر المشروع لأن عندي مساحة كافية وأتمنى أطور من مشروعي. أي رجعوا المسيحيين لبيوتهم، رجعوا الإسلام لبيوتهم، ويعني الحياة مشيت عادي استمرت. الفرق ما بين النزوح، أكيد بالنزوح يعني ما كنا نطلع لولا مكان وكنا نخاف هواي أنه يعني يجون داعش يطبون علينا، وكان يعني عايشين بخوف وقلق، بس هسه من رجعنا الحمد لله يعني عايشين ببيوتنا، ويعني الحمد لله الحياة مستمرة. أنا بن النزوح كنت 17 سنة، ومن رجعت يعني رجعنا على المنطقة بعدها تزوجت وهسه خلفت الحمد لله عندي بنت.